حياكم الله من جديد في 26 من شهر يونيو من كل عام تشارك مملكة البحرين جميع دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات واللي أقرته منظمة الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع فيه. بالفعل فواز، وزارة الداخلية وبالتحديد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تواصل بذل كافة الجهود وفق خطط ومنهجية مدروسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوصول إلى مجتمع خال من هذه الآفة. مشاهدينا، خلونا نتابع معاكم هذا التقرير الخاص باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ونرجع نستكمل حديثنا. تحتفل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في 26 من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، خاصة أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً منذ إطلاقها الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذاناً بعهد متجدد من الإصرار المجتمعي لمكافحة المخدرات. جهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية جهود كبيرة متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات، حيث نجحت من تحقيق إنجازات بارزة في مجال التصدي لقضايا التهريب وتعاطي المخدرات، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى المجتمعي أو على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي، حيث تنفذ الإدارة خطة أمنية ترتكز على مكافحة العرض من المخدرات والطلب عليها. وأحرزت إدارة مكافحة المخدرات المركز الثالث عن فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي في مجال مكافحة المخدرات من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للعام الثاني على التوالي، وكذلك استعداد وزارة الداخلية لإطلاق النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للخمس سنوات المقبلة، بعد أن حققت النسخة الأولى نسبة الإنجاز بلغت 97% من تحقيق أهدافها بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. إن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، فبجانب الدور الأمني هناك أدوار متعددة للمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في مجال تحصين النشأ مما تشكله المخدرات من مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية. تم تقديم ورقة عمل في ندوة الاحتفال لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، كانت عبارة عن مبادرة وطنية من مشاركة جامعة البحرين كمشاركة مجتمعية لهذا اليوم، وتكون هي عبارة عن احتفالية الجامعة بأسبوع التصدي لمكافحة المخدرات، مشاركة أعضاء الأكاديميين في الكليات، كلية الآداب وكلية الحقوق في جامعة البحرين. بالتالي جامعة البحرين وضعت نصب عينها مهمة خلق مجتمع واعي من أجل مملكتنا القالية البحرين، فلا يقتصر المكافحة على الجانب الأمني والعلاجي، بل أصبح من المهم أيضا التركيز على الجانب التوعوي من المؤسسات التعليمية. طبعا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، شكر خاص للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لإقامتها هذا المنتدى. هذا المنتدى مهم جدا في نشر الوعي في هذا اليوم عن أهمية الصحافة والإعلام، أهمية الدور اللي تلعبه الجهات المعنية في مكافحة المخدرات. ليش أشكر الجهة المعنية؟ لأن تعاونهم مع الصحافة والإعلام أدى إلى تقديم محتوى ممتاز، محتوى يبث على شاشة التلفزيون، محتوى ينشر في الصحف المحلية، وهذا التعاون يؤدي إلى شنو؟ يؤدي طبعا إلى نشر الوعي في المجتمع وإلى مكافحة المخدرات. وتمضي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طريقها الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بأن وعي أفراد المجتمع وحده قادر على تجاوز كافة التحديات. رجعنا لكم مشاهدينا لنسلط الضوء أكثر على اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي يعد مناسبة لأبراز الجهود الأمنية والمجتمعية أيضا لمكافحة خطر هذه الآفة ألا وهي المخدرات وجهود مملكة البحرين في هذا الجانب. طبعا يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو المقدم عبد الرحمن أحمد شويطر، رئيس شعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. المقدم عبد الرحمن، يا مرحبا وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، سعداء جدا بوجودك معنا. يا شاء الله. المقدم عبد الرحمن، لو بنتكلم في البداية، كيف يعني احتفلت الإدارة العامة بهذه المناسبة في ظل الوضع الصحي الراهن اللي تمر في المملكة والعالم أجمع؟
حقيقة في مواجهة جائحة كورونا فرضت طبعا العديد من الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها دول العالم منها مملكة البحرين. فواجهتنا العديد من التحديات، نحن شلون نقدر ننتقل ونوصل للجمهور وفي نفس الوقت لمواصلة ديمومة العمل في مجال التوعية والمكافحة. فقدرنا والله الحمد نحن ننتقل من التوعية التقليدية للتوعية الإلكترونية والتواصل عن بعد. انعقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة سيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة المقر وزير الداخلية رئيس اللجنة للعام الثاني على التوالي عن بعد. ضمت أعضاء اللجنة من جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى إطلاق الندوة الدولية اللي انعقدت عن بعد في إبراز الجهود العربية في مجال التصدي لمشكلة المخدرات. على مستوى الوطن العربي ضمت فيها مدير المكتب العربي لمكافحة المخدرات والجريمة، المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة التابع لهيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بعض دول مجلس التعاون وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجامعة البحرين. علاوة على ذلك المحاضرات التوعوية اللي تقوم فيها إدارة مكافحة المخدرات شعبة الإعلام الجنائي، نظم العديد من المحاضرات عن بعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى ذلك الحملات الإعلانية والرسائل الـSMS بالتعاون مع شركات الاتصال الوطني في مملكة البحرين لتوصيل الرسائل الهادفة والتوعوية للجمهور. وأهم شيء أنجزناه لهذا العام هو إطلاق برنامج مع مكافحة العنف والإدمان للمعرض التوعوي الإلكتروني، واللي حقيقة وصل عبر منصات التواصل الاجتماعي لشريحة عودة من الجمهور، وكان يقدم رسائل توعوية ويعرف بأنواع المخدرات وأضرارها، وفي رسائل لأولياء الأمور تعينهم في الرغابة على الأبناء واكتشاف حالات الإدمان. مقدم عبد الرحمن، إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية طبعا حققت يعني إنجازات بارزة ومميزة في مجال التصدي لقضايا تهريب المخدرات. لو نتكلم عن هذه الجهود وأيضا حابين يعني يتم تسليط الضوء على بعض الإحصائيات في هذا المجال. نعم، للحديث عن هذا السؤال أنا أحب أتكلم عن المكافحة الوقائية والمكافحة الميدانية. المكافحة الوقائية احنا نقول الوقاية خير من العلاج. صحيح. فأنا لما أسس جيل رافض حق آفة المخدرات بضيق الخناق على تجار ومهربي المخدرات إن ما يلقون لهم سوق. صحيح. في مملكة البحرين وباقي الدول. نعم. فوزارة الداخلية أطلقت برنامج معاً لمكافحة العنف والإدمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتأسيس جيل رافض لمشكلة المخدرات، إضافة إلى الحين عندنا المعسكر الصيفي الشبابي بالأكاديمية الملكية للشرطة في برامج توعوية ومنها برامج تعريفية بمضار المواد المخدرة، وكذلك إطلاق برنامج تقنية الذكاء الاصطناعي اللي يشرف عليها بشكل مباشر سيدي معالي وزير الداخلية ومهتم فيها لتقليل نسب الإدمان، زيادة معدلات التعافي وتقليل نسب الانتكاسة. من جانب آخر لما نتكلم عن المكافحة الميدانية، من مطلع العام 2021 لغاية نهاية شهر مايو تم ضبط ما يقارب 343 قضية المخدرات في مملكة البحرين، بالإضافة للتعاون القائم مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال تبادل المعلومات وضبط قضايا التسليم المراقب اللي تم نقل المواد المخدرة فيها من دول الإنتاج لدول الاستهلاك عن طريق ترانزيتي في مملكة البحرين. جميل.
جميل جدا. في الحقيقة جهود كبيرة لوزارة الداخلية من خلال مختلف إداراتها وأقسامها في محاربة ومواجهة هذه الآفة. نعم. عموما المقدم عبد الرحمن يعني بالتأكيد راح نشوف معك هذا التقرير اللي من خلاله راح نتعرف على مشاركة مملكة البحرين لدول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. مشاهدينا خلينا نتابع معاكم ونرجع نستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم المقدم عبد الرحمن شوية طرف الاستوديو. الحقيقة إذا بنسلط الضوء على دور وزارة الداخلية وأيضا جهود معالي وزير الداخلية خاصة في الشراكة المجتمعية ولا أيضا في محاربة هذه الآفة آفة المخدرات فجهودها كبيرة هي في الحقيقة في هذا الجانب وكبيرة الصراحة. يعني شفنا احنا هذه الفترة نعم. شفنا اهتمام وزارة الداخلية بهذه الآفة يمكن العمل ما كان لحظي كان يعني من سنوات في السابق وبشكل يعني متراكم كان يعني هدف يعني مخطط له ومدروس علشان يتم تحقيق هدف وهو مثل ما ذكر يعني المقدم أن يتم رفع هذه الآفة من قبل أكيد الشباب بالفعل. والاهتمام أكثر يعني أكيد من قبل الشباب بالفعل. أنا يمكن بتطرق معاك المقدم عبد الرحمن لجانب مهم وهو الشراكة المجتمعية وضمن عمل الإدارة هي دور رئيسي لها الشراكة المجتمعية ضمن عمل الإدارة لو بتعرف على أوجه التعاون والتنسيق ما بين الإدارة وأيضا الجهات الحكومية والخاصة تحديدا في هذا الجانب. مبدأ الشراكة المجتمعية من أحد مبادئ وزارة الداخلية اللي يوليها سيدي معالي وزير الداخلية اهتمام كبير ويتمثل ذلك في أن نخصص يوم للاحتفاء بالشراكة المجتمعية صحيح. وتظهر لنا أبرز صور الشراكة المجتمعية من خلال ترأس معاليه للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللي ضمت في عضويات العديد من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر في مكافحة هذه الآفة. إضافة إلى ذلك لما نتكلم عن مبدأ الشراكة المجتمعية المواطن والمقيم هو خط الدفاع الأول فوجوده أي قبل في بعض الأحيان قبل رجال الأمن صحيح. فالمواطن هو بدوره ممكن أن يكون رجل الأمن الأول في مكان تواجده وبالشراكة المجتمعية يقدر أنه ينقل يقدم البلاغ للجهة الأمنية وعينها على تحقيق الأمن في مملكة البحرين. نعم. مقدم عبد الرحمن بعد 5 سنوات من تدشين الخطة الوطنية يعني لو بنسأل أين وصلت إلى حد اليوم وماذا تحقق منها وشن هي الخطوة المستقبلية القادمة في هذا المجال؟ جاءت الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات انطلاقا من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حيث دشن سيدي معالي وزير الداخلية الخطة في إصدارها الأول تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 25 يونيو 2015.
رغبة من معالي في العمل مكافحة المخدرات بعمل مؤسسي هادف من خلال تحقيق أهداف الخطة الوطنية بإطلاق مبادرات عديدة. يمكن أهم هذه المبادرات اللي ذكرها مثلا تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في خفر السواحل، تطبيق نظام السياج الأمني البحري، ووايد مبادرات كانت فيها. هذا فقدرنا نحقق 97% من هذه المبادرات وأهداف الخطة. تم إطلاق التقرير الختامي للخطة الوطنية في إصدارها الأول، والعمل جاري حاليا على مشارف الانتهاء من إطلاق اعتماد الخطة الوطنية في إصدارها الثاني. وتم تنظيم ورشة عمل برعاية كريمة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام فريق طارق بن حسن الحسن، بالتعاون مع المكتب المعني لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك لشرح خطة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لشركاء التنفيذ وتقديم المبادرات اللي بتثري العمل في المرحلة القادمة بإذن الله. بإذن الله. يعطيكم العافية على هذه الجهود الكبيرة والعظيمة لخدمة الوطن وأبناء الوطن المقدم. يعني عبد الرحمن، كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء. بداية أنا أحب أقدم جزيل الشكر والتقدير لسيدي معالي وزير الداخلية للجهد والدعم الكبير اللي تلقاه إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للبحث الأدلة الجنائية لمكافحة هذه الآفة، فهو الداعم الأول لنا. ومن جانب آخر أحب أقدم كلمة لأولياء الأمور والأسرة. الأسرة هي نواة المجتمع، فمتى ما قدرت تسيطر على نواته ورعت أبنائها، فمن بتقدر أن هي تحمي المجتمع بشكل عام من هذه الآفة. اليوم إحنا عندنا بعض الأمور نحب ننوه لها الأسرة، مثل على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية خاصة اللي مرتبطة بشبكة الإنترنت. اليوم تفتح باب على مصراعي للعالم كله. أيوة. فالرقابة على الأبناء خاصة، أنا اليوم ما أعرف، يمكن ولدي يلعب مع من، يتكلم مع من، ممكن يروج له ويوصل له سلوكيات خاطئة وتنتهي بالإدمان. بالضبط. فالرقابة جدا مهمة، والوقاية خير من العلاج نفس ما قلت. وفي الختام أنا أحب أذكر بالخط الساخن اللي نمد فيه يد المساعدة لكل من يحب أنه يبلغ ويتعاون معنا في مجال مكافحة المخدرات. صح. المعلومة تعامل بسرية تامة، ونساعده بإذن الله القضاء على هذه الآفة. هو 1771-5579. جميل جدا، يعطيكم العافية. ويعني جهودكم فعلا يعني واضحة، وإحنا جدا فخورين فيكم. مقدم عبد الرحمن أحمد شويطة، رئيس شعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، شكرا جزيلا لكم، وقواكم الله إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا فاصل وبنرجع نواصل معكم بقية